يحمل محمد هم 4 من الأبناء، يسعى بكل ما يستطيع لتعليمهم وضمان انتظامهم على مقاعد الدراسة لتأمين مستقبلهم، غير أن تكاليف التعليم في اليمن كغيرها من متطلبات المعيشة الأخرى تثقل كاهل محمد كغيره من المواطنين، وقد تحول دون توفير احتياجات أبنائه المدرسية. مفروض أن يكون هناك المواد المدرسية لها سعر خاص وتباع في المدارس بشكل يعني سنوي أو مشان يعني في تخفيض، لكن تجار الجملة دائما هم في ارتفاع دائم ودائما يدعون الدولار أو السعودي، يعني عاملك كأنك بأمريكا والله في السعودية، يجي يطلع الآلة الحاسبة يعني ما تقدرش. وأنا أعرف كثير من أولياء الأمور حرموا أولادهم مضطرين من الدراسة، وهذا غلط في غلط في غلط. موسم العودة إلى المدارس جاء بعد خروج اليمنيين من موسم عيد الأضحى الذي لم تكن تكاليفه بالهينة، بالتوازي مع تأخر صرف المرتبات والارتفاع الجنوني للأسعار. افتتاح المدارس بعد العيد مباشرة هذا عبء على المواطن، ما يقدرش يتحمل التكاليف حق المدرسة. كل واحد عنده 5-6 أطفال، المواد القرطاسية مرتفعة، الشنط مرتفعة، الأقلام. يجب الحكومة أن تدعم الطالب، تدعم المواطن حتى يتهيأ للدراسة. تتكالب متطلبات الحياة على المواطن اليمني تباعاً، حتى لم تكد تمنحه فرصة لالتقاط أنفاسه في ظل تدهور العملة المحلية وصعود غير مسبوق لأسعار المستلزمات المدرسية وعجز حكومي في معالجة الأوضاع وضبط الانهيار الحاصل. نحن خرجنا من عيد الأضحى المبارك والناس في أزمة مالية وفي عدم قدرة شرائية للمدارس. ولي الأمر عنده أقل فيه 4 أطفال إلى 5 أطفال، والقوة الشرائية ضعيفة جدا مع بسبب الارتفاع الأسعار وعدم استقرار العملة. أسعار الحقائب المدرسية وحدها بلغت مستويات قياسية في مدينة عدن ومختلف محافظات الجمهورية، وصل السعر بعضها إلى ما بين 10,000 إلى 11,000 ريال يمني، بالإضافة إلى ملابس الزي المدرسي والمستلزمات الأخرى. وضع كهذا دفع كثيرا من الأسر مضطرين إلى سحب أطفالهم من المدارس، خاصة الفتيات منهم، نظرا لعجز الأسر عن توفير متطلبات الدراسة، ما يتطلب معالجات ناجعة من الجهات الرسمية. المدارس تحتاج من أغلبية الآباء مبالغ لا تقل عن تجهيزهم للعيد من زي مدرسي ورسوم وكذلك إعداد بدل يعني حقوق التنقل والمواصلات، فهذه أشياء لا يستهان بها ويجب أن تراعيها وزارة التربية والتعليم. لكن لا أدري ما يعني أن هذا القرار حدد دون أن يراعي هذه الاعتبارات. هذه من ناحية. الناحية الأخرى أنه حدد في أوقات الحرب الصعبة والشديدة شهر 8 و9، والكل يعلم من الطي أن الكهرباء كثيرة الانقطاع خصوصا في العاصمة المؤقتة عدن. الكهرباء وقت التشغيل لا من 2 إلى 3 لا أكثر. جهود الإدارات المدرسية والمنظمات الداعمة والمعنية بحقوق أطفال اليمن الحريصة على انتظامهم في مقاعد الدراسة قد تمتلك في جعبتها حلولاً تخفف من معاناة الأسر اليمنية وتضمن التحاق الأطفال بالتعليم. بديع سلطان، اليمن اليوم، عدن.